بسم الله الرحمن الرحيم. تتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم. حلقة جديدة جديدة. الناس ياكلوا عليا تيقول لي ودي بقى تقول لك جديدة، ولفوها الناس. غادي نفتتحوا هذه الحلقة ديالنا ديال اليوم. الحلقة ديالنا ديال اليوم تتهضر على الهروب من السجن. الهروب من السجن. واحد السيد عبد الحق من الجالية المغربية في كندا عنده واحد القصة مشوقة وكبيرة. تنقول لك السي عبد الحق راني غنديرها، لان صيفط ليا جميع المعطيات ديالها، قصه مهمه وقعت لي هو مسكين وغادي نديرها. تنقول لك السي عبد الحق راه غندير الحلقه ديالك. السي عبد الحق ديال كندا، السي الغمراسي، هذه واحد السيده مات ليها امها وجوج ولادها ورجلها في نهار واحد الدار. قصه عجيبه وغريبه. تنقول لك لا راه غندير هاد القصه ديالك لاله الغمراسي، غادي نديرها. سي معطي الشرقاوي من هاد الكتيب اللي درت لكم ديك المره، راه غندوز حلقات ديالك. ان كتاب انت كنتي رئيس ديالي وكنت في اطار مدير العمل الوطني، تنوعدك السي معطي الشرقاوي ما تقلقش شيء، غندوز الحلقات ديالك. لان شويه ديال الشغالات، شويه ديال الضغط كاين، ولكن راه الناس اللي تنوعدهم شي حاجه واخا تعطر انا تنديرها. بعض الناس ما تنجاوبهمش، تيطلبوني نجاوبهم في لي كومونتير. لي كومونتير راهم بزاف كيما عارفين، اللهم لك الحمد. وبعض الناس تيطلبوا الهاتف ديالي وتنصيفطوا لهم، الله يعطيكم الصحه اللي عطيتوا الهاتف ديالي. تيقول لك انا بغيت الهاتف ديالك، راه ضروري ضروري ضروري. ومن نعطي الهاتف ديالي تيتصل بيا تيقول لي شي حاجه ماشي ضروريه للاسف. خليو الناس اخرين اللي عندهم شي حاجه ضروريه يقولوها ليا. وانا ترحب بجميع المشاهدين ديالي، جميع المشاهدين، وتنشكركم على الكومنتير ديالكم، وتنشكركم والله طول عمركم هادشي تيشجعني وتزيد تشجعني. هذه من جهه. من جهه اخرى، شتو شحال عندنا ديال الحسد؟ شتو شحال من دوله بانت بان ما تتبغيناش وكانت مخبيه؟ لما طالبنا باستقلال ديالنا اقتصادي، لما ربحنا الصحراء ديالنا، لما ولينا دوله تاج ديال افريقيا، ولا المغرب تاج ديال افريقيا. شوفوا هاد الناس كيفاش بداو تيعاملونا. شوفوا خوتنا ولاو ديالنا. الحسد 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 والبغض. هنا تنقول واحد الكلمه وغادي ندخل في الحلقه ديالي. المغاربه شدوا في مالك ديالكم، المغاربه شدوا في بلادكم، شدوا في الوطن ديالكم. المغاربه ما نخرجوش هضره خايبه على بلادنا، يسمعوها الاديان، ما نهضروش شي حاجه خايبه على بلادنا. تنقول تنعاود نقول الناس ديال القنوات ما ديروش شي حاجه خايبه اللي يشوفوها ويركبوا عليها ويبقاو ينعتونا بها. راه الحسد كثروا عندنا، ولكن كما قال المغفور له حسن الله يرحمه، اللهم اكثر حسادنا، اللهم اكثر حسادنا. والحمد لله حتى شي واحد فيهم ما غيربح بهذا الحسد ديالو، وحنا الغالبون بجهد الله. وبسم الله نبدا في الحلقه ديالنا. الهروب من السجون. السجن سنتره، السجن المركزي مدينه قنيطره اللي هو معروف بسجن سنترا. هذاك السجن قديم، بناه الاستعمار لما كان الاستعمار هنا، وسجن من اعتى السجون في المغرب ومن اكبر السجون في المغرب. وفيه من اعتى المجرمين الكبار ديال المغرب. فيهم ناس ارهابيين، فيهم ناس ديال الحق العام، فيهم ناس كذا، مجرمين كبار. عندنا واحد المجموعه ديال السجون في المغرب المعروفه كبيره بزاف، عندنا واحد ثلاثه ولا اربعه منهم هذا السجن هذا. اللي هو سجن سنترال، اللي هو سجن مركزي مدينة قنيطرة. سجن أعرفه حقا معرفة، وأعرف داخله، لأن كما قلت لكم كنت تندي الملفات، تنديهم من الكوميساري من لابي جي، وتنمشي لتما ملفات يتعلقوا بالمساجن. ملفات، لأن المسجون عنده حق. الحمد لله بلادنا المسجون إلا عنده شي شكاية تيكتبها، أو إلا دار شي غلطة تيكتبوا به الإدارة السجن، وتيصيفطها السيد وكيل الملك، تيعاود يصيفطها لنا حنا البوليس، وتمشي حنا نصنتو لهم كانه يعيش ما ذلك، بحال هو حر، بحال حر. الا شكى به المدير، او شكى به شي واحد، او شكى به شي موظف تيشكي به، الشكايه تتمشي، او شكى به سجين اخر، الشكايه تتمشي عند السيد وكيل الملك، وتمشيو حنا تنمشيو بكرطابنا وهازين الدوسي ديالنا، وتنصنتو ليه بحال في كوميساريه، تنصنتو ليه، وتجي العقوبه ديالو تيتحكم، والدوسي تيمشي للمحكمه وتيتحكم، واخا يكون محكوم بالمؤبد. قد تكون محكوم بالمؤبد وجيه 3 شهور، جيه 4 شهور، جيه 5 شهور على اغلاط ارتكبها. ويقدم مسجون مثلا، لا كان مسجون عنده عائلته برا، وعائلته تصابت بشي مكروه او تعدى عليهم شي حد، وصلته الاخبار، راه عنده حق، عنده حق المسجون يكتب الشكايه.
السيد وكيل الملك او السيد وكيل العام حسب المقياس ديال 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 داك الجرم اللي تعرضوا لعائلته، وتكتب شكايه وتقول لي الى السيد وكيل الملك او السيد وكيل العام انا في سجن كذا كذا وانا مسجون رغم الاعتقال قدا وقدا، راه مراتي برا او امي برا تهدى عليها واحد السيد وتكلفت عليها او دار لها ودى لها حقها، وتنخرجوا بهذه القضيه بهذا البحث ونمشيو حتى لديك المدينه ونبحثوا مع المراه ونسولوها نقول لها واحد الشكايه دارها رجلك واش كاين ما كاينش، شكون هاد الناس، ونصنتوا لدوك الناس باش نكونوا هنا نعرفوا حقوق الشجر عندنا في المغرب الحمد لله. واحد مسجون الله يرحمه سميتو بو عمود، تعرف انا هاد بو عمود، هاد بو عمود كان مربع قصير مربع، حيت واحد النهار دار واحد مشكل وتشد وجبناه عندنا، جبناه عندنا اضطرينا نخرجوه من السجن وجبناه عندنا لابيجي وبحثنا معاه في لابيجي بتعليمات ديال السيد الوكيل العام، جبناه خرجناه كري كنا تنخرجوه من بقاوش وجبناه من السجن وبحثنا معاه، وتما عرفت هاد بو عمود. هاد بو عمود واحد السيد مسكين كبر يتيم، كبر يتيم كان ساكن في واحد الحومة نقطة سوداء، حومة شعبية ما قرا شيء، تعاطى التشمكير تعاطى الجريمة ولا مجرم، ولكن هو كان واحد النوع من المجرمين ماشي عنده اختصاص، لأن كما تنقول لكم ديما لكل مجرم اختصاصاته، المجرمين بحال الأطباء في الاختصاص، هذا طبيب اختصاصي في الكلاوي، هذا طبيب اختصاصي في القلب، هذا طبيب اختصاصي في العظام، هذا طبيب اختصاصي في الراس لورير كما تنقولوا، هذا في العيون، حتى الشفارة والمجرمين عندهم اختصاص. راه الشفار اللي تيضرب في الطوبيس البزاطم راه ماشي هو تيسرق الديور، وما عمره ما يعرف يسرق الديور، ماشي عرفتو الشفار اللي تيسرق الديور اللي تنقولوا حنا الهضره السوقيه الكاليفي اللي تيدير الكاليفي ديال الديور، راه هذاك تيكون تيجي تيفرع الدار تيفرع الباب وتينقز وتيدخل مثلا الفيلا وتيدخل الدار وتسرق، راه ماشي هو الدرام، الدرام هو الشفار اللي تيدخل الدار تيخصي الباب محلول تيكون بالنهار، الاخر تيخدم بالليل كون الدنيا خاويه الفيلا خاويه او الدار خاويه، الاخر لا الدرام ما معروفو بالدرام الاختصاص ديالو تيكون الباب محلوم على 10، المراه تجفف ولا في كوزينه تيديرها شي دري قدام باب خرج ولدها صغير وكذا تيلف تيسلت تيدخل الدار تيسمر في شي قد حتى تيغفل المراه تيدخل لها البيت الناس هي تطيب في كوزينه وتيسرق وتيمشي، هذا نوع. واللي تيسرق البهيم الصفر ديال البهيم تنقولو حنا الفرقش، عنده فور فرقش تعرف هذيك التسميات اللي تعطيهم فور الفرقش اللي تيضرب البهيم، ربما الان بوليس دخلوا جداد البوليس في الشرطه القضائيه وكذا ما عارفينش هذه التسميات، حنا مع ذاك الاحتكاك مع المجرمين بقينا تعرفوا ذاك الهوس ديالهم، ذاك الكلام ديال الهوس ديالهم كيفاش تيسميو بعضياتهم، هذاك تيضرب فرقش، هذاك تيدير نوض ونوض، هذاك مول السماوي، واحد خينا تيدير المراره، واحد هادو السميات اللي معروفين عند كاع الحباسه عارفينهم، تلك الشفاره عارفينهم، لان هذا تيدخل في واحد اللغه اللي سميتها الهوس، هما تيقول لها الهوس، ربما غتجيكم القضيه غريبه، الهوس هي لغه سوقيه ولكن ما تيفهموهاش الا حباسه وداك الشيء. مثلا نعطيكم ربما غتقول بغينا شي جمله ديال الهوس كيفاش تهضر مع الهوس، الا بغى يقول ليه السيد اللي بجنبك راه ما مقفل والو، بغى يسرقوا شي واحد تيقول ما مقفل والو راه ما عيقش، تيقول ليه اسمع بنادم الصاط اللي في حافك ما يدري من لاسع، الصاط اللي في حافك اللي في حافك اللي بجنبك ما يدري من لاسع، راه ما تيدي ما تيجيب، هاد كلمات ديال الهوس. وحنا كنا هنا عاودوا بلا ما قلت انا او بعض الاخوان اللي كانوا معنا، كنا لما تنجيبوا المجرم لا بي جي كنا تنهضروا معاه بهاد الكلام ديالو، اي تنتقربوا لي اكثر وتعرفنا حنا عايقين به. وهنا واحد النهار قالت النيغوسياتور، شنو هو النيغوسياتور بالفرنسي؟ هو اللي تيتفاوض، ما دام تيتفاوض الا كان شي واحد مجرم شاد لينا شي واحد رهينه بجنويه مثلا، ماشي غتجي عنده تقول ليه سلم نفسك، سلم نفسك للامن، سلم نفسك لجهاز الشرطه والا سنطلق النار في هضره هذه، لا تستهضر معاه بهضرته، ها بنادم ومالك صاحبي مالك ومالك محيح وهذيك ها 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 مالك والحبيس راه غتمشي ليه، انت ما تغفل راسك تمشي في التخفيف ولا تمشي في الغليظ وتلقى راسك وتلقى السيد، تهضر معاه بهذه الهضره.
اي زنقول هنا بغيت نقول لكم بان حتى الحديث مع دوك الناس تيكون بواحد الطريقه حسب الهضره ديالهم. هذا نرجعوا للحديث ديالنا ابو عمود الله يرحمه ومات، كان جا وكان هذا وجبناه على واحد البحث كنا تنبحثوا معه وداك الشيء، وهو كان خمال. وشنا هو الخمال؟ انا غنرجع لكم هضره لكم ديال الاختصاصات ديال الشفاره، كل واحد عنده اختصاص، ولكن كاين واحد ما عندهم حتى اختصاص قلال، ولكن كاينين موجودين ما عندهم حتى اختصاص. منهم واحد الدري مسكين ما نقول سميتو، ما نقولش كنيتو، نقول سميتو نور الدين الله يرحمه، كان خمال في قنيطره، كان خمال. وداك الدري مسكين كثرت لي دخل الحبس وخرج، دخل الحبس وخرج، واحد النهار طلع ليه الدم وينتحر، ما بقاش باغي الحياه كاع، هي لان ديك تبلا بديك التخمالت ديالو وشبع حبس وسبع حبس. هذاك الخمال شنو هو الخمال؟ الخمال هو اللي بان ليه تيديه، بان ليه غريسي، بانت ليه شي بيكالا حطها شي واحد يركب عليها ويزيد، بان ليه شي مره حطت شي قفه يزيد بها، لقى شي بنت في الزنقه يغريسيها، هزت شي بنت في الخليقه اغتصبها، شي باب محلول يدخل ليه، بانت ليه شي دار يسرقها، شي حوايج بحال هذيك تيكون خمال، ما عندوش اختصاصات، تيضرب كل شيء، وهذاك هو اللي تيدوخ البوليس. الخمال قلال ولكن تيضرب هذه ويضرب هذه، وهذا بو عمود كان خمال، وهذا اللي بانت ليه بو عمود، اللي بانت ليه تيطيرها. او غريسي او كذا او كذا، هو اكثر واحد الروح كانوا سرقوا شي حوايج وشي صاحبه تزيدوا على الحوايج متقولبتيني ما قولبتيني العياقه مع ذلك مزوه. ابو عمود هو ضرب هذاك موس قتلو، هو يمشي للحبس. ابو عمود هم يحكموا عليه ب30 عام، دخلوا الحبس سنطرة. ابو عمود في حبس سنطرة ما كنت انا تنمشي تندي ذاك الملفات تندرهم تما. ابو عمود خدام في واحد الجردة تما، تخدم في الجردة دوك اللي تيكون عندهم الحبس طويل، مرات يرحموهم تيشوفو تخلصو خلاصو والسيرة حسنة وكذا، تيبقاو يرحموهم ديك الرحبة ديال ينقي الفسحة، يخرج للجردة، يعاون في الكوزينة، تيعطيهم واحد المهام باش شوية كيما تيقولو يتراجعوا، يحسوا شوية بأنهم كاين اللي تيرحمهم. كان تا هو رحمي وذاك المدير من الناس اللي تيخرج يدير في الجرده ويدير هادي ويدير هادي. وكنت نلقاه انا في الجرده من تندوز، ابو عمود لاباس بخير ابا خراز، احفظك ابا خراز، وكي داير مع حبيسي ومزيان ابا خراز، هاني يا بنادم اللي معايا راه ضريف وكذا. هما ديما تيهضروا لغتهم محدوده، يهضر على بنادم اللي ناعس معاه على الكارديان على كذا على كذا، هادي هضرتهم هو عالمهم. كانت تجي عند امو هاد بو عمود، كانت تجي بو وحده اللي كانت تزورو، حياته كلها مسكينه داك المرا تابع داك بو عمود، تابعه هاد الحبس اللي في هاد الحبس، تشد في هاد الحبس، تبو في هاد الحبس، ما عندها شغل. شي عائله تعاونوها داكشي تتجمع مع عندها عائله ومن الناس تتشدو تديه لبو عمود، هي الوحده تتزورو. ولكن كانت تزور بو عمود فيما تجي تزورو تتشكي ليه من خوها، عندها واحد خوها راه تيجي تيتكرس عليا، راه تيجي تيدي ليا فلوسي، راه تيجي تيدي ليا، راه ضربني الباح، راه ما ضربني شيء. وبو عمود مسكين في الحبس ما عنده ما يدير لمو، وما اكفس ما اكفس الخبر تجي المشجون خبر خايبه على عائلته ولا على ولادو، هو ما عنده ما يدير، راه يلاه مسكين لا قد يمشي يدير الشكايه. هنا باش تنقول الحبس راه واعر، هادي من الحوايج اللي واعره في الحبس، هي الواحد يكون مشدود وتجي اخبار ديال امو ماتت، تجي اخبار ديال باه مريض، تجي اخبار ديال كذا ديال كذا ديال كذا. انا كنت في 18 شهر ديال في العسكر، تجيت اجباري، وكنا كيما قلت لكم واحد النهار زرطينا، كان العيد كبير حنا نهربوا، واحد خينا عمرنا راسنا وهربنا، هربنا وتشدينا، هربنا دوزنا العيد كبير، شدونا جابونا للسجن، حبس عسكري في القشله، راه الناس تيدوزوا اجباري عارفينه. دخلنا تما مشدودين حنا واحد الخمسه، ومن واحد النهار جات عندي واحد الاخت ديالي الكبيره وراجلها، جاو يشوفوني عرفوني مشدود، جاو يشوفوني، خرجني واحد الشاف عندهم سلمت عليهم، عطوني شي هذا حليوه كذا طاطا هذاك التنكمي، جابوا لي قارو كي داير لاباس، وانا نقول لها كي داير الوالده، هو يقول لي نسيبي امك مريضه بزاف على القدر. قالت لي اختي لا ماشي بزاف، درنا لها الدواء كذا كذا ومشاو، وانا بقيت في ذاك الحبس
لا تليفون غنهضر مع امي، لا شي واحد غنقول ليه، بغيت عاوتاني بغيت نهرب من جديد، لان هنا فاش ديكم الخبر اللي تيجيب المشجون خبر خايب على عائلته راه تيفلت، راه تيطيح فيه النص. هاد هاد بو عمود كان ديما تجي موت شكيلي من داك، راه ضربني راه كذا راه كذا، شوف عيني يا وليدي ها انت هو ضربني، جد ليا 700 ريال ودا ليا هادي وفعل ليا كذا ودا ليا كذا. بو عمود صار جو عمر وعرف داك خالو عيا ما يصيفط ليه مع شي وحدين خرجوا مشى جنتي وسير وهضروا معاه، واللي بعد من الوالده واللي ما تجي غير الخبر الخايبه. بو عمود كان في الجرده وكان تيخدم بواحد الكومبينيزون، تعرفوا داك الكومبينيزون ديال المطرقه داك الزرق، سروالو الفوق ديالو تيتسد هكا تيخدم ديال البني، وهذاك راه هذاك النوع سميتو المطرقه صابك بيير كاردان، معناها راه حوايج ديال تماره، وكان تيخدم بهم. ومن تيكون صاد تيحيد داك الكومبينيزون تيحطو وتيخدم بديك الجرده، جرده كبيره، تيخدم بحوايج ديالو لبس عادي وتحت الكومبينيزون هيه. كان واحد الكاميو ديال الزبال عزكم الله حاشاكم، كان الكاميو تيدخل تيدي الزبل من حبس سنترا من الداخل، تيدخل تيدور واحد القنت تما، واحد القنت جميع الزبل ديال ديال كاع الاسبال اللي كاينه في السجن تتجمع كلها وتتحط تيجي كاميو ديالها. خصكم تعرفوا بانه راه كان تقريبا واحد 1500 ولا 2000 تقريبا ديال الناس في السجن، السجن كبير، عرفتوا شحال ديال الاسبال تتخرج، تخرج بزاف ديال الاسبال تتخرج، تيجي داك الكاميو تيهز داك الزبل تيديه. بوعمود لما تيجي الكاميو تيخدم معاه، هذا شي واحد تيجيب ليه شي حاجه هكا بوعمود لانه تيخدم. بوعمود كان بدات فيه واحد الثقه، لانه من المشاكل اللي كانت في السجون، نتمنى من الله تكون ما بقات شيء، هو انها كانت السجون في المغرب وماشي غير السجون، بزاف مؤسسات المغرب ما تديرش التتبع، ما تديرش قانون، ما تديرش التتبع. السجين كان من تيخرج للحديقه يخدم الجرده ولا يخدم شي بلاصه خارج الزنزانه ديالو تيبقى تحت الحراسه اللاصقه انه قد يدير شي مشاكل. ولكن كاين بعض السجناء بدات الثقه فيهم، وبدات الثقه فيهم حتى مابقاوش تحت الحراسه اللاصقه، وفي شي نهار تيدور شي مصيبه، منها ابراهيم اونزا لا عقلت ولا ابراهيم اونزا. ابراهيم اونزا قتل في مول البرقي، حبس مول البرقي، وقتل في القنيطرة، حبس ديال القنيطرة، ضرب الكارديانين وقتل روحه وخرج على واحد اللي مستديمة، وانا حضرت ليه راه عاودت لكم القصة ديالي. وداروا بان هذاك السيد يبقى حياته كلها بالمينوط تحت الحراسة اللاصقة، لانه قتل جوج بلايص، وقال لهم انا غنعاود نقتل، ولكن مشى المكناس ما بقاش تحت الحراسة اللاصقة للاسف، وعاود قتل الكارديان، عاد قتل عاد واحد الكارديان تيرا فيه وقتلو، ما بقاش ما كاينش تتبع. اذا هاد بوعمود كان تحت الحراسة، نقولوا الحراسة اللاصقة، وخا هي حراسة عن بعد، لأن كان الحراسة في الشين والحراسة اللاصقة، الحراسة بينه حراسة اللاصقة هو تيشوف فيه وكتجلس ويبقى حاضيه ما يتحركش، أما هادي كنسميها حراسة اللاصقة لأن تا هي حراسة اللاصقة حاضيه. فين كاين بوعمود أش دار؟ طاحت ليه واحد الفكرة باش يهرب. أش دار بوعمود؟ فكر خطط، ولا تيجمع الغازون، الغازون تيدك الربيع وتيجمعو في واحد البلاصة تيتكدس، داك الغازون كان تيخليو تما تيجمعو بزاف، تطيح عليه الشتا وتيولي كحل وتيولي غبار، وتيشدوه تيديروه تيعاوتاني يحطوه في الجردة، تلقوا على الجردة داك الغبار باش تنفع منه النبات. تشد داك الكومبينيزون وبقى كل مرة تيعمر فيه كومبينيزون، تيعمر فيه الغازون، تيعمرو تردو بحال شي راجل بحال شي مانوكان، خباه في واحد القنت. علاش دار هاد اللعبة؟ واحد النهار الكاميو ديال الزبل خدامين فيه، والخدامه جالسين كذا كذا، الكاميو الزبل تيجيو غير جوج ولا ثلاثه، هو اللي تيعاونو تيدير كل شيء، هو يختار واحد الفرصه هو يدخل هذاك الكومبينيزون اللي هو ولا بحال مانوكان بحال المونيكا ولا، دخلو تحت في واحد الجهه تحت الكاميو، تحت الكاميو لصق ليه واحد الجهه، عرف فين لصقو، لصقو تحت الكاميو، الكاميو خرج دا داك المانوكان تيتسنى فيه. بوعمود يجي الكاميو لا غدا، الكاميو جا لا غدا، طلب بوعمود تيبان لي الكوميسيون باقي تما، خلاه النهار الاول، خلاه النهار الثاني، خلاه النهار الثالث، النهار الثالث تاكد بان ما تيشوفوش شي تحت الكاميو، ما تيراقبوش شي ديك الجهه تحت الكاميو، هاي داك الكوميسيون حطو
اليوم الحمد لله ما بقاش هادشي، لان اليوم ولاو كاين مرايات، راكم شفتوهم المرايات، واحد المرايات تشوفوا في الديوانه في الدخله، دخلتوا الناس تهضر مع الناس ديال الجاليه، انت تشوفوا تيقلبوا الطوموبيل بواحد المرايات من التحت، ولا تقلب في الاماكن الحساسه كلها تيقلبوا الطوموبيل من التحت بواحد المرايات حتى السجون، ولا تبغى تدخل تيقلبوها من التحت باش يشوف شنو التحت. ماشي غير هذا الدرس اللي عطاهم ابو عمود، الدرس خداهم بزاف ديال الحالات. ابو عمود ما كانوش تيقلبوا تحت المرايات، تاكد بانه يمكن ليه يخرج تحت الكاميو راه ما غيشوفوش. وهنا ابو عمود خطط واحد البلاصه تحت الكاميو في كندر كومبينيزون، وواحد النهار هو يدخل تحت الكاميو وخرجوا الكاميو مشى وخرج من الحبس وهرب. اهرب سي بو عمود، ناض عليه الصداع، هرب ما هرب، كي دار ما دار حتى واحد ما عرفو كي دار، لانه كومبينيزون اللي كان تيخدم به لبسو باش دخل تحت الكاميو وزاد به. منين داز بو عمود؟ منين جاو لا بقاو تيسولوه من بعد كنخدم معاكم ما كنخدم معاكم، لا خلينا هنا جالس، واش حنا غنديو معانا؟ لا خلينا ما خلينا اللي في الباب، ولا صداع الباب واش الكونتر تو الكاميو ولا ما خرجش من الكاميو، صداع كبير. انتقلنا حنا في الشرطه القضائيه من اجل البحث، مشينا لبو عمود، مشينا لبيتو، مشينا للزنزانه ديالو، تنسولو صحابو، ولا شي واحد عطانا شي خبر بان بو عمود كان بغى يسرق. داز واحد الاسبوع صداع نايض على بو عمود، واحد نهار بو عمود جا للحبس، ارجع للحبس سنترال، ورجع في واحد الوقت مع الصباح هو يدق صونا، تعرفوا السجن تتصوني تيحلوا واحد الشريجم صغير ديال الحديد باش يشوف شكون الكارديان. شاف شكون الكارديان في ذاك النهار؟ كان كارديان ما تعرفش بو عمود، وكان باقي جا جديد عاد خدام، ولكن ما عرفش بو عمود حتى في السرقة في الهرب، عرف بان بو عمود هرب ولكن ما عرفش وجهه. هو يقول ليه شوف على هضره دارت هذاك الكارديان تيهضر مع بو عمود، واحد الكارديان شاهد اللي تيعاود القصه تيعاود بالضحك، قال لك حل عليه، قال لي شكون؟ قال لي ندخل، قال لي اش غندخل؟ قال لي ندخل، قال لي ما كاينش زياره اليوم، كاينش زياره، ما كاينش زياره دابا. قال لي انا ابو عمود، قال لي شكون ابو عمود؟ قال لي ابو عمود اللي هرب. والاخر سبعوا الكارديان الاخر حل 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 ابو عمود حل، وبحلو ويدخل ابو عمود. دخل بو عمود، عيطوا للمدير، عيطوا داكشي جا بو عمود، دخلوا لبيرو المدير، عيطوا للشرطه القضائيه، مشاو الاخوان مشاو عند بو عمود، السلام عليكم. السلام فيك يا بو عمود؟ وهربت. كيفاش هربتي؟ قال لي دخلت تحت الكاميو في الكومبينيزون عمرتو، وراهم ديك اللعبه اللي قلت لكم كلها، هي فين مشيتي؟ مشيت قتلت داك خالي كان تكفصح الوالده، راه قتلته. ها خالي اللي كان تيضرب الوالده راه قتلته. فين قتلتي؟ قتلتو في دارو، عايش بوحدو، مشيت عندو دخلت عندو كليت لي مخو، قتلتو بالتماعه في الليل قتلو. ايوا وساقو الناس خبار، وما عرفت انا سديت عليه الباب. عيطوا للوكيل العام، قالوا ابو عمود ما ابو عمود دروينا، سيروا مع ابو عمود. اركبوا الاخوان ومعهم الكارديانين، شدوا الطريق عند خالو، امشوا عند خالو، تلقوا الباب مسدود، حلوا الباب تلقاو خالو مذبوح، كلهم مضرب بالموس. قتلوا ابو عمود، مشى خرج المهمه وحده، قتل خالو ورجع. اخوان اللي بحثوا معايا قال لهم دابا انا يا محكوم، يلا فوقاش غنخرج من الحبس، ولا هربت عاد جيبوني، واش غنخرج ندير برا وانا داخل خارج، وعرفت حياتي في الاخر هي الحبس، وانا باش الوالده تولي هانيه وتجي عندي هانيه هي اللي بقات لي في الدنيا، حيدت على هذاك خوها وتا هي راه بغات وتحيد صافي. وردت عندك لا شوفي سي داك خالي الله يعاون، ما بقاش داك خوك غير يضربك، ما بقاش صافي جيت في حالتي عندكم. هو ما تقتلوش وتحكم بالمؤبد، كان عنده 30 تحكم بالمؤبد، ضافوا لي عقوبة لعقوبة وما يعطوه المؤبد. مات بو عمود في الحبس، مات مسكين مسكين، نقولوا مسكين، مات مات بو عمود في الحبس. جاتني خبر بأنه مات. الجريمة الثانية ديال الهروب من السجن نقولها لكم دابا. واحد الوقت كان واحد خمسة ديال المساجن في حبس سنترا، الزنزانة كان فيها أربعة، وهاد الزنزانة كانوا فيها ثلاثة، الزنزانات مقاربين تتكون علاقة بعضياتهم، تتفتح الباب تتلاقاو، كلهم عندهم مناتيف. الخمسة تنعرف شي وحدين منهم شنو داروا، واحد بعدا كان جا من الخارج، دري جا من الخارج من الجالية، جا من الخارج أيام
في التسعينات اواخر الثمانينات، كان جا في الخارج، من الخارج، وجا في عطله صيفيه ومشى مع شي صحابه ولاد الدرب تيشربوا، قبح الله الخمر، تيشربوا وتناقش مع واحد ولد الدرب، وذاك ولد الدرب كان ضعيف وتناقش معاه، ونضرو يضربوا ببونيا، ضربوا ببونيا مات، مات جابوه عطاوه 30 عام. داك الدر اللي كنت نعرفو انا في السجن مسكين، تيقول انا تصيدت، انا غير تزرفت، انا تصيدت. وهنا تنقول لبعض الاخوان لا تصحابوا بنادم باش يموت، الانسان باش يموت، راه الحيوان سبحان الله العظيم ماشي الطيور، حيوانات اخرى، حيوانات راه تيقدو ياخذوا ضربات كبار، وحيت حيوان ما تتاثرش عليه بزاف، وتيقد يهز الضربه 12 ساعة 13 ساعة يومين 3 أيام 4 أيام عاد يموت. الإنسان راه حنا ضعاف، الإنسان إنسان ضعيف، راه ضربة موس صغير وراه غير تقيس القلب مشى بنادم، تقيس لك عرق هنا مشى بنادم، ضربة للراس مشى بنادم. كاين بعض الإنسان تتشوفوا صحيح، تنقولها للإخوان اللي تيدخلوا في الشجارات وتاخذوا فدا، تيدخلوا صحيح وتيموت على ضربة، على هزوا ضربة ومات. إنسان راه فراجيل، لو كور يومي حنا خلقنا الله فراجيل، ما عندناش قوة الحيوان والصبر ديال الحيوان. نعطيك مثلا الحوتة تتشد في النار فمها وتلقاها تتجبد مع داك مع داك مع داك الصياد ساعة أو ساعتين وما تدبزوا معاها، في حين أن بنادم هذا تيدس النار هنا ما يقدش يتحرك، يدير صافي تيحبس، ما يقدش يبقى يدير هكا. من الغرائب ديال خلق الله، كان هذاك ضعيف ضربوه قتلوه، وشحال من واحد ضرب واحد غير دفعو قتلو، وتتسمى قتل او تسمى الضرب والجرح مفضي الى القتل. شحال من امراه تشدت مع امراه غير في الحمام، غير تشدت معاها هكا جرتها، الاخرى مع الحمام مع السخونيه طاحت ماتت، مشات اخرى للحبس. ردوا بان الانسان راه فراجيل كما قال هذاك، قال كما صحابني درت لي غا هكا مات، كنت يعاود قصته ودرت لي غا هكا. واحد من دوك الخمسه دفع واحد تيتخاصم معاه وداك الشيء، هو يدفعوا على طوموبيل جايه بجهد ويدفعوا، دفعوا اخرى ضربات الطوموبيل قتلاته، تحسن هو اللي قاتل. واحد كان في واحد الدار تيسرق هو وصاحبه، واحد العماره تيسرق هو وصاحبه، وهو هرب وصاحبه تشد، وداك صاحبه بيع به، من بعد شد جبدو ومن تلقاو في الحبس قتلو. شوف حاجه تصاد، وواحد جوج ما عرفتش دايرين، وكان عندهم حبس طويل ما عرفتش عارفهم اش دايرين، تيخدموا شومان باركور اللي تيدروا منها الكارديانين جنب الحبس، اللي فيها شجار فيها ربيع فيها كذا فيها كذا فيها كذا فيها كذا، وتيخدموا لما تيجي الكاميو د العواد، هما اللي تيمشيو يهبطوا العواد من الكاميو، تيجي الكاميو د العواد، لان السجن تيطيب بالعواد، ربما الان تيطيبوا بشي وسيله اخرى البوطاج حاجه، ولكن كانوا تيطيبوا بالعواد، انت تعرف الشجون تيطيبوا بالعواد. كانوا تيجي الكاميو د العواد تيهبطوا العواد وتيخدموا في العواد، تيقطعوا دوك العواد تيهرسوهم تيقطعوا، هنا تقول استغفر الله العظيم ديك الثقه اللي كانت بعد الشجناء، لانهم تيكون الاخلاق ديالهم مزيانه وحسنه ومزيان في الحبس وكذا وكذا، وخا تكون عندهم حبس طويل تيمكنهم من هاد الاعمال باش يفوج راسه شويه، تيخدموا في العواد تيهرسوا العواد تيقطعوهم. لما اتفقوا داروا واحد الخطه، اتفقوا داروا واحد الخطه، قالوا بانه العماره او الباطمه في ساكنين هما كان السجن ديالهم، عرفوا بانها قريبه للحيط، قرابه للحيط، حيط السور الكبير اللي دار السجن، حاولوا يشوفوا كيفاش غيمكن يطلعوا فوق الحيط. واحد فيهم كان خدام من دوك الثلاثه الاخرين، خدام في الحداده، لان الحبس فيه النجاره فيه الحداده فيه كذا فيه كذا، وخدام في الحداده، مشى دبر لهم، اتفقوا كيفاش غيديروا، قالوا غنصوبوا كردات من الازارات، صوبوا كردات ندبروا على الثوب، ندبروا اي حاجه شي زار ناشي كاشه شي كذا نجمعوهم مع المساجن، ونصوبوا كردات، صوبوا كردات، وكان فيهم واحد مشدود كان بحري، كان مشدود كان بحري، حتى هو محكوم على القتل كان بحري، هو اللي تيفتل لهم دوك القنانب، بقاو تيسرقوا الازارات وتيفتلوا القنانب، تيفتلوهم 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 وتيخبيهم. ونادو هذا الكاميو تيجيب العواد،
عنده واحد جوج عواد اللور كبار تعرفهم في الكاميو اللي تهز العواد، تيكون واحد جوج عواد داك اللي تيتسمى طابله، كاميو الطابله تيهزوا العواد جدار وداك الشيء، عندهم واحد جوج عواد اللور طوال يكاليو بهم. سرقوا الاول عاوتاني كاميو جاب العواد، سرقوا الثاني وسرقوا الثالث، ولاو عندهم ثلاثه العواد طوال. علاش خدموا هاد العواد طوال؟ شوف الخطه كي دايره. هادو العواد طوال هما واخا تيخدموا في الجرده وطاو الجرده وهذا، عندهم فين يخبيو داك الشيء، عندهم فين يحطوه، داك الخلا كاين كبير. دوك العواد لاصقوهم، لقاو العود الاول والعود الثاني والعود الثالث طوال داروهم، وصوبوا سلوهم لك الكردات، اي جابوا عواد قد دكا تيقطعوهم، تاخذوهم من العواد ديال الكوزينه تيقطعوهم وداروا كورده، وداروا بحال دوك الكوردات اللي عند الباطوات تيطلعوا فيهم، تشوفهم تيطلعوا فيهم في الباطو. دوك الكورده اللي هي كورده هي من القنان، سلوم من القنان، ايشي الكورد، كورد كما تيقول الفرنسي، من القنان صوبوهم، صوبو وتيجمعوا داك الشيء وتيخبيو، تيجمعوا داك الشيء وتيخبيو، حتى وصلوا النهار اللي غيخدموا فيه. اش داروا؟ جابوا دوك الكروشيات ديال الحديد، دبر فيهم جوج كروشيات، دبر فيهم من الحديد هذا كبار، جابوهم وسقوهم مع هذوك. النهار اللي بغاو يهربوا بداو تيقطعوا في واحد البارات ديال الشرجم، واحد الشرجم اللي غينقزوا فيه غيخرجوا منه الفناء للساحه للشرطه. هنا خمسه اتفقوا باش يهربوا، جوج ما بغاوش يهربوا، من دوك الثلاثه اللي بوحدهم قال ما نهربوش، احنا ما نهربوش. هاي جوج قال لهم الا نتوما ما هربتوا شيء لما غيجوا عندكم هنا راه غيوح لكم، غيقول لكم ما خبرتوا شيء، ما خبرتوش بان هربنا، وعدم الاخبار راه في عقوبه، وغيزيدكم 6 شهور ويزيدكم عام، وغيدير لكم الحراسه اللاصقه وغيتكرسوا. قال لي لا، نقول مشربونا شي حاجه وناسنا. هادشي اللي وقع. النهار اللي قطعوا هبطوا في الليل، هبطوا وكانت الضبابه بداك الليل، هبطوا داروا ديك القنبه باش يحطوا الحديد فوق الحيط، الحيط فيه 8 متر 8 متر و50، باش هذيك هي البلاصه الحاضره. هزوا داك العمود دابا، خرجوا من الفناء وهزوا به القنبه، هزوا بقنبه، شدوا قنبه لصقوها في العمود، وبقوا تيجروا العمود، والعمود مهزوز باش يوقف، غادي يهز معاه، غادي يهز معاه ديك اللي شال كورد، غادي يهزهم وحطوا الحديدات. وبداو غاديين هرباني، طلع الاول طلع الثاني طلع الثالث، بدات واحد الكلبه تتنبح تما، ودت عليهم الصداع، نعسوا فوق الحيط ودوزوا القنبه لهاد الجهه ديال الحيط، ولقات الكلبه بقات تتنبح. واحد الكارديان واخا بابا عنده داك البروجيكتور ضوال ديك الجهه، اش تيبان ليه؟ خدامين تيهربوا، وواحد لاصق فوق الحيط تيتسنى نوبتو، هو يدير لا سيران وناد صدع عليهم في الليل. هكا كنت تمكنوا باش يهربوا، ولكن واحد تهرس ومشى مهرس، طاح مهرس ومشى مهرس، وخلاو داك الشيء، بقاو تقلب عليهم ما شدوهمش. علموا الشرطه بداك الليل، حنا البوليس، تيعيطوا البوليس من الديور، اجي تخدم اجي تخدم، مالين الطاكسيات اللي شاف شي واحد اللي شاف كذا، ولكن ما لقاوهمش، غبروا دخياتنا، غبروا ما بقاوش مالهم. كيفاش غيطيحوا دوك الخمسه؟ كيفاش غيجيو دوك الخمسه؟ كيفاش غيتشدوا؟ واحد فيهم مشى، هذاك اللي مهرس مشى عند خوه، هذاك اللي مهرس كان فيه لازم، استطاع يمشي عند خوه الجبل واخا مهرس، غادي بالهرس ديالو وملصق شي جبيل على رجليه، وغادي جبيل صوب على راسه، وغادي توصل عند خوه الجبل، خوه الجبل دخلوا عنده مريض بديك الرجل، خوه تيداوي غاب داكشي باش ما عطلاه، ودار ليه الجبيل غادي الله، وبقى وعنده مرض الريه، وبقى خوه تما مخبيه، هو يموت عند خوه، مات عند خوه، وخوه فين دفنوه؟ غا تما في الحوش ديال دارو، ما قادش يدفنوه، دفنوه غا تما حيت كان مخبيه. واحد مشى المكناس فيهم، وبقى عايش مكناس حيت ما تشدوه، تداز عليهم شي عامين عاد بداو تيطيحوا، واحد طاح مكناس، دار واحد الجريمه ودخل عليها الحبس، باش عطى ديك الجريمه ديرها بسميه، عطى لما تشد عطاهم سميه غلطه، سميه ديال واحد السيد اخر من عائلته، عطاهم سميه وكنيه وقال ما عنديش لا كارت ناسيونال، ودخل الحبس. لما دخل الحبس ديك السميه زلق بها، دخل الحبس، في الحبس تبين عرفوه المشاجن اللي دوزوا معاه بانه هو فلان،
وتشوعوه كما تقولوا حرقوه، وجا المدير ديال السجن وشدو وعاد عيط لبوز قال لهم هذا رجب هويه غلطه كاذبه راه هرب من القطره وجابوا القنيطره. واحد فيهم بغى يحرق وتشد في طنجه ما واحد ماشي عليه في الزودياك، ولما جابوه بوينتر قالوا شاشيو ما ردوه. ودوك الجوج اللي بقاو بجوجهم الثانيين واحد تشد في العرف ها في العرف واحد النهار تشد في العرف خدام في العرف، وصاحبه كان خدام كانوا خدامين بجوج مشاو حيت هما ولاد النواحي ديال الجنوب مشاو خدامين مع واحد خينا تيحفر البيير. واحد فيهم تشد في العرف تشد وقال بان صاحبي اللي هرب معايا لما بحثوا معاه قال لي راه هو كان تيحفر معايا البير ولكن راه مات. قال لي فاش ما قال طاح عليه البير تنحفر واحد البير وطاح عليه ومات. وداك اللي مخدمهم عرف الاخر طاح عليه البير، الاخر قال لي شوف راه انا هرباني من الحبس وكذا كذا خط عليه البير، الاخر سلت هواز الماكن ديالو زاد قال لهم هذا البير لا ما نحفروش ما خدمش فيه ورا واحد لتحت. وكانت مشكل كبير باش يحفروا على ديك خينا باش يبداو من البير، مشكل كبير. شوف هاد الخمسه مساخيت الوالدين، جوج ماتوا والاخرين تشدوا ديك الجريمه اللي داروا. والحكم راه باين، كل واحد رجع الحكم ديالو ولكن كل واحد تزاد ليه من سنه الى سنتين ديال السجن على الهروب. السجين محقو يهرب والكارديان محقو يعس عليه والمحكمه محقو تعاقبو ولا تشد هربان. هادشي اللي كاين. نتمنى من الله الحلقه ديالنا تكون فيها شي افاده وتستافدوا منها على الاقل. بينت لكم اليوم في خلال الحلقه هذه الهروب من السجن، تعرفوا انتم شويه في هذا المجال في هذا النوع ديال الجريمه ديال واحد تيهرب من السجن، وعرفنا فيها بان السجين في السجن راه عنده حق يدير شكايات وعنده حق يكتب وعنده حق يدير شكايه على حاجه وقع برا خارج السجن وقع لعائلته، عنده حق يكتب شكايه ويدفع السيد وكيل الملك، السيد وكيل الملك تيعطي بحث للشرطه او الدرك يمشي يبحثوا في القضيه ديالو حرف حرف، ماشي هو تسد عليه البيبان تما شي واحد الا بغى يدير شي واحد يقول راه السجن ما عنده ما يدير، لا عنده ما يدير راه محمي من طرف الدوله. ولكن هذاك بوعمود الله يرحمه ما دارش هذه القضيه شكايه صيفطها، ولكن مشى هو دار اللي في راسه مشى قتل ورجع. والسلام عليكم ورحمه الله.